السلام على احلى واروع متابعين لقناه بسمه الحلويات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه اليوم هي لفائف الشوكولا ولا بريوش بالشوكولا، هو في الاصليه يسموهم سينامون رولز ولا لغولي كانيل. هي لفائف القرفه، حنا في الدار ما يشتيوش القرفه واللي تعوضها بالشوكولا وسميتها انايا لفائف الشوكولا. يجي رائع، يجي هشيش، يجي خفيف، يجي لذيذ، يجي بنين 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 بنين، واش نقول لكم، يجي هايل هايل، لازم تجربوه. مع درك النهار طويل ناكلو وحده الصباح ولا في قهوه العصر حتشبعنا. ولاول مره يشوف الفيديو تاعنا ما ينساش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والاعجاب بالفيديو اذا عجبكم. طبعا نروحوا حبيباتي مع بعض نحضروا لفائف الشوكولا تاعنا. واش نحتاجوا لفائف الشوكولا تاعنا ولا بريوش بالشوكولا؟ نحتاجوا كاس حليب دافئ، نحتاجوا ملعقه اكل سكر، نحتاجوا ملعقه اكل خميره الخبز، بيضه وفرينه باه نجمعوا تاعنا المكونات، 4 معالق زيت ما يعادل ربع كوب، وملعقة قهوة ماشي مغمرة مليح، ملح. هذه العجينة والحشوة حنستعمل سكر، حنستعمل بودرة الشوكولا، شوكولا غبرة وزبدة. هنايا لكان حابين تعملوها خبز السلامة تعودوا الشوكولا بالقرفة، ولا تحبوا تحطوا القرفة تاني وتزيدوا معها الكاكاو بتجيكم قهوة مليح. ونروح نحضروا مع بعض لفائف الشوكولا تاعنا. نحط الكأس الحليب تاعي دافئ، نضيف عليه ملعقة أكل خميرة الخبز، نضيف عليه ملعقة أكل سكر، نخلطو المزيج هذا مليح مع بعضه. نغطي تاعي الخليط هذا بعد ما خلطتو مليح، نخليه يختمر لمدة 10 دقائق تاعي الخميرة هذيك تتفاعل، ونرجع نكملو الخبز تاعنا. كيما تلاحظو حبيباتي تاعي الخميرة تفاعلت، نحط الحجم تاعها، نضيف عليها البيضة تاعي، نزيد نضيف 4 ملاعق زيت، ونضيف تاعي الفرينه. الفرينه هنا نضيف شويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه، ما هي يابسه ما هي طريه بزاف، تكون تلاصق شويه باش يجي تاعها الخبز طري، بصح ماشي نخليها جاريه. نحطوا هكا ملعقه تاع القهوه ملح، ونخلط هذا المكونات، نقعد نضيف الفرينه تاعي حتى نتحصلوا على عجينه طريه. في القوام تاع العجينه تاعي تكون تلاصق شويه ما هيش جري، ندهن تاعي الاناء بشويه زيت باش ما تلصقليش من بعد كي تختمر. نحط تاعي العجينه، نغطيها مليح ونخليها لمده نصف ساعه حتختمر معايا. درك انا في الصيف سخانه، كون نخملوه في الشتاء حيديلي حتى لساعه. خلي تاعي العجينه حتى يضاعف الحجم تاعها ونرجع نكملوا مع بعض. بعد ما تضاعف الحجم تاعي تاع العجينه كما تلاحظوا، ندخلها شويه في بعضها هكا، نحط شويه فرينه، نطرح تاعي العجينه، نطرح العجينه تاعي على شكل مستطيل. بعد ما طرحت العجينه تاعي على شكل مستطيل، نحاول اني نعمله على شكل مستطيل، ندهن السطح كامل بالزبده، ومن بعد نحط الخليط تاعي اللي حنحشي به، اللي هو عباره عن سكر يا سكرات. نحط السكر، نحط الشوكولا تاعي ونمزجهم مع بعض، ومن بعد نرش السطح كامل بهذا المزيج سكر وشوكولا. لكن حبيتوا تعملوه بالقرفه بلاصه الشوكولا تعوضوها قرفه، وتزيدوا تحبوا معها الكاكاو حطوا لها كاكاو، تحبوا السكر البني حطوا السكر البني اللي عندها متوفر. بعد ما نرش تاعي السطح كامل، نبدا نلف تاعي العجينه، لفها. من بعد كي نخلص نوصل للحافه نجمعها نلمها كيما راكم تلاحظوا. انا حبيت الحبيبات تاعي كامل يكونوا قد بعضهم، ديت مسطره باه يجوني كامل متساويين يعطيوني شكل جميل. ومن بعد نحكم ناخذ خيط، من الاحسن اني ناخذ خيط ما نقصوهاش بالموس ولا كوبات، باسكو هذوك الحلزونات اللي في الخبز تاعي راحين يلصقوا في بعضهم ما يجيش الشكل مليح. من الاحسن ان نستعملوا خيط، نقصوا به كيما راكم كيما لاحظتوا. ندهن تاعي القالب بشويه زبده، ونرص تاعي الحبيبات، نخلي المسافه شويه بيناتهم باسكو من بعد كي راح يختمر راح يلصقوا مع بعضهم. نكمل بنفس الطريقه، نحط الخيط ونعقد حيتقص معايا، يجي رائع، يجيو هذوك الحلزونات باينين ويعطيني شكل ولا اروع. هكذا بعد ما قصيت الخبز تاعي نخليه في البلاطو حتى نشوف الحجم تاعو ضعف. نقول الفرن تاعي راني جحلته ديجا على 180 درجه، ومن بعد نحطه في الفرن، نغطيه ونخليه يختمر. شوفوا الخبز تاعي كيف ضعف الحجم تاعو،
يلصق مع بعضه هذاك الفراغ اللي خلينا يلصق مع بعضه. درك نحطه في الفرن كما كنت قلت لكم شعلته على 180 درجة، نحطه من 20 دقيقة ل 25 دقيقة، نشعلو غير من تحت من ما نشعلوش من فوق، نحطه في الفرن ونروحو نحضرو تاعنا الصلصة اللي راح نحطوها فوق. ها حبيباتي شوفوا كيف يطير معايا حمار من فوق، ما شعلتوش خلاص من فوق، تشعلوا له من تحت برك راح يحمر معاكم من فوق. شوفوا كيف يجي رائع جدا. تخليوهم نروحو نحضروا مع بعض الصلصه اللي حنحطوها له من فوق. واش راح نستعمل هنا؟ هنا ديت سكر ناعم، سكر طب تاعي، راح نبلو بشويه ما زهر، على بالنا بلي ما زهر مع الخبز يجي رائع جدا. هذه الاضافه تاعي، كاينين اللي يحطوا لها يضيفوا لها الماء، هنا النكهه اللي تحبوا، تحبوا ما ورد كيما تحبوا. نحط بشويه ما نكثرش، بشويه ونحرك هكا ونشوف حتى نتحصلوا على اون صوص. هكا نتحصلوا على القوام هذا كيما تلاحظوا هكا، نستنى يبرد لي شويه حتى يطفى ونقدمه مع هذه الصلصه وصلصه الشوكولا، تلاقاو في صحن التقديم. بعد ما برد البريوش تاعي نحكم الخلطه هذيك اللي استعملناها تاع السكر، نحطها على السطح تاعو من فوق كيما راكم تلاحظوا، ومن بعد نضيف عليه صوص شوكولا، اي نوع تاع صوص شوكولا تحبوه. شوفوا كيف يجي هشيش، يجي خفيف، يجي بنين، يجي رائع رائع، سواء شكلا ولا مذاقا ولا الريحه تاعه، واش نقول لكم يجي هايل هايل حبيباتي، لازم تجربوه. وان شاء الله نكون ما تقلتش عليكم والوصفه تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.